سلسلة من أهم نجاحات أوراق ستار ببصمة ماهر أحمد. هاي محسوبية لو محسوبية ماهر؟ لا مو موضوع محسوبية، أوراس كلش صديق يعني هاي الفترة أوكي كنا ما نتفارق 24 ساعة سوا. زين، فهو يم يعني يسمع الأغنية الحلوة ويحاسب حاله حال أي يمكن مصر. لأن يبرد قلبك بترجمة العمل صح؟ أي صحيح، مو؟ أوراس ينفذ العمل مو؟ بطريقة صحيحة. زين تعال احكي لي شلون قنعته يغني كردي. هاي ما صارت مسرحية بوقتها بعد ما قدرت. أنا أريد والله العظيم شلون قنعته يغني كردي؟ كلمة كلمة مو؟ ايه لا هو ذكي بس اللفظ اللكنة. زين لا لا لازم اكيد اكو فت كواليس. انا همزين لقاب هاي هذا التاريخ صار يعني هسه بالجديد هم اطيق خمس اغاني. خمس اغاني جديدة؟ نعم. هاي احنا بدنا نحكي على البدايات اللي حطت بصمة بمشوار أوراس ستار. لا أوراس نجم من قبل لا تعامل اني وياك بس نعم. هاي الاغاني يعني ما بيها اكسباير. لا اكيد طبعا لليوم هي تنحب بنفس الحب اللي اول ما سمعناها بي. الحمد لله. اليوم صعب نلقى اغنيه هيجي من تشتغل لك ورا 10 15 سنه انت تردد وياها وانت مبتسم، انت صحيح. ملحنها انت اللي صانعها، شفتك مبتسم وانت تسمعها. احب ان مو صحيح صحيح. فهاي اغاني نادر اليوم تلقى اغنيه. الاغنيه ترى حدها شهرين ثلاثه سته وتموت. سته هوايه مو هوايه؟ نعم. هي هاي المشكله. بس هاي الاغاني لليوم احنا نحكي عن شقد 12 سنه تقريبا. اي تقريبا. شفت شلون هذه الاغاني بعدها بنفس البريق مو صحيح؟ زين احكي لي شلون خليت اوراس يغني كردي. والله تعبت وياه صراحه. زين هو يريد من عندي اللفظ اي والترجمه. زين مو انا مو يعني اللغه الكرديه يعني كل منطقه يحكون شكل. اها هاي مشكله. اي نعم بس انا من خانقين. اوكي خانقين بدياله. زين خانقين تبعد عنا كلار 15 دقيقة أعتقد. أوكي. اللغة يعني أكو اختلاف تقريبا 70-75% اختلاف. أوف. بين سليمانية وأربيل اللغة دهوك يعني بصراحة ما ما طيب أنتوا غنيتوا بلهجة منو؟ بلهجة تقريبا البيضة أربيل سليمانية هيك أربيل يعني سليمانية. زين كتبت لي بكتابة عربي؟ كتابة يعني شلون نقول ترجمة حرفية يعني كسرة والشدة والهاي وهيجي واللفظ. زين وهو ده يسحب صوت كم مرة عدته شلون؟ هو بالبداية غني وقال صح مو؟ قلت له يا صح. قلت له انت تغني صيني. قال لي ليش؟ قلت له الكلام كله غلط تقوله. زين ايه ف عندي ابن اختي هو مدرس لغة كردية الكردية والعربية تمام. ف هو يعني على التليفون ويصحح يعني هو افهم مني بهاي الموضوع يعني. اوراس خلى ماهر يستعان بخبير حرفيا. اي والله العظيم.